فرجيكم ايش هاي؟ هاي ناعمه، الفريكي الناعمه. الفريكي الناعمه اول شيء الباكجينج تبعها جميل جدا، وهي الفريكي شوفوا لي محلى هالمنظر. راح افتح الكيس ونفرجيكم الفريكي كيف من جوا، اشي فخم جدا جدا، اشي برنجي ناعم وخشن. هذا الناعم طبعا، وراح نعملكم شوربه بقطع اللحم منيحه لهالشتويه الجاي ان شاء الله لعشاق الفريكي. على طول بنزل بالطنجره بزيت زيتون وابدا في تشويح بصل. الان بدي اضيف اللحم، البصل عندي تكرمل شويه مش كثير، بضيف قطع لحم عجل او لحم خروف اللي انتو بدكم اياه. الله الله. الفريكه الان بدكم تجيبوها وتغسلوها وتصولوها، وهي فريكه فريكه الضياء، هي طبعا فريكه نظيفه. فبعد الغسيل انت للشوربه الناعمه طبعا استخدمت. طبعا ناعمه اكيد. اوكي الخشنه اذا بدي افلفل آه. بس انا هون لا، انا بدي اروح هسه هون على ايش؟ على شوربه، فاكيد ناعمه. هسه الان في ناس بيسووها بالخشنه اه، انا حر بدي اعمل شوربه بالخشنه اه. لك عندي اشي؟ يا عمي انا والله ما حمد. صح؟ انا سالت سؤال عادي. والله سالت سؤال عادي يعني ما والله هذاك محمد. جد؟ اللحمه تقريبا صارت ثلاث ارباع سوا، البصل تكرمل، والان بدي ابدا اضيف البهارات. كركم. احنا وعدنا الربح من انستغرام. يلا كوس الطيب وسهن. بهارات مشكله تمام. هل اوكي، وبنزل الفريكه عليها. بدي اجيب بودره مرق لحم او دجاج وراح اضيفه، لكن اذا في عندي من اللي مخبيهن عامل مقلوبه وسلق دجاج او لحمه وخبيتهن نضيفهم هون عادي ما عندك مشكله. لكل كوب من الفريكه بدك لتر مي، عندي كوبين هون فبدي لترين مي تغلي تمام، وبخليها تغلي ابدا ساعه وربع. شوفوا طلع شوربة فريكي بقطع اللحم. الله اشي فخامة. كوبين فريكي الضياء، لترين من مرق اللحم او الدجاج او الماء، كيلو من قطع اللحم، بصلة، وربع كوب من زيت الزيتون. بدنا بهارات، واكيد بهاراتنا كلها اليوم من الضياء، هالو كركم جوز الطيب، بهارات مشكلة، ملح وفلفل.